له بأجل مسمى. أخي يوصيكم بالدعاء له فهو مريض. أبونا ناصر هو مصاب بالسرطان، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويشفي كل مريض مسلم. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفيه. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشفيه واشف كل مريض مسلم. اللهم عافه وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واهدنا إلى طريق المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتقبل صلاتنا على هذه الجنائز برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم في أمنك وأمانك وضمانك وإحسانك، تقبل أعمالهم. اللهم تقبل منهم ما كان من العمل، واغفر لهم ما كان عليه من القول. هل الرأس هنا؟ الجنازة الأخرى يا إخواني. برحمتك يا أرحم الراحمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم ارحمنا في هذه الدنيا، وارحمنا يوم وفاتنا، وارحمنا في قبورنا، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. أجروا يا أخوان، أجروا يا أخوان. تنزل وسط شاتيكا كنا فلي أتسلم عليه شوكو يلا جنازة يا أخوان. أيها المشاهدون الكرام، طاب يومكم بالأمن واليمن والبركات والسعادة والعافية. ها هو نحن الآن نبث إليكم من قلب الميدان من أمام مسجد الوقف الإسكندنافي في العاصمة الدنماركية، حيث بلغنا عن تشييع جنازة واحدة، ولكن تفاجأنا بأنه كانت ثلاثة جنازات اليوم 13 من سبتمبر 2024 رحمهم الله ورحم الله موتانا موت المسلمين جميعا. للتنويه، من جنسيات هؤلاء المتوفون هم كما علمنا من الجالية العراقية باسم حيدر بعمر 55 عاما، وأيضا صومالي والطفل في هذا اليوم. إذا رحمهم الله ورحم الله موتانا وموت المسلمين جميعا. تابعوا قناتكم أرابا ديكو التي تنقل لكم جميع أخبار أبناء الجاليات العربية والإسلامية في مملكة الدنمارك وضواحيها مع أبو الأمين. رحم الله موتانا وموت المسلمين جميعا. ترحموا على موت المسلمين في كل مكان. إلى اللقاء. Thank you.